حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ الفيديو يا جماعة لا تنسون اللايك والاشتراك، الله يسعدكم، ما باقي شيء على 1,500,000 مشترك. والآن مستمرين يا جماعة الخير في موسم الجيمرز في مقر فالكونز، التذاكر تحصلونها تحت بالوصف، لازم تحجزون ولازم نشوفكم. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير كاشف الكذب، أي واحد يكذب راح يتكهرب. بسم الله. المشكلة يا جماعة إنه الجمهور موجود الآن ومسكين لينات بس ما في وقت، لازم أصور الآن. بسم الله، جاهزين يا جماعة؟ طبعا هذا مجلس رائد يا جماعة الخير، شوفوا العالم موجودين. يا مرحبا ومسهلا. يوميا بطولة بلوت والنهائي يلعب ضدي، والله العظيم إلى الآن ولا نهائي فاز علي أحد، أقسم بالله العظيم. فلذلك أبي ناس معرقة، تعالوا الآن. وين يا جماعة؟ يا سلام، هلا أبو عبيد. يا مرحبا. هلا مرحبا، سلام عليكم. لا تكفى، لا تكفى، تكفى أبو عبيد، الله يرحم والديك. خليك لك شيء، الله يسعدك، أقسم بالله أني أخاف. تكفى يا راجل، اسمع، الله يسعدك، اسمع، خليك صادق معي، بس كن صادق، أمورك حلوة وطيبة. ما يكفى، صادق بالله، يعرف يعرف إذا ما توترت، تقدر تتوتر وتردد. لا ركز معي أبو عبيد، هل تتوقع إني أنا بضرك؟ هل تتوقع إني أنا بخليه أبو عبير يروح المستشفى؟ يا الله ما معي يد. أبكون صادق والله، خلك صادق واثق من نفسك، لازم تكون واثق. بسم الله. أيوة يا رجال. بسم الله. أيوة. رأي تكف. بس أزهل أزهل. رأي تكف. أزهل. رأي لا تشدوا على خشبة. أمانة. لا تكف. تكف تكف. أخف سي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز أبو عبير؟ بسم الله. السؤال الأول، لو كلمك عمر السومة وقال لك تعال فريقي، تخش ولا لا؟ والله ما أخش. ما تخش. ما أخش. والله انك صادق. ياس! انك صادق. ياس! يا ساتر يا ساتر. السؤال الثاني يا ابو عبيد، يا رب، هل تستمتع فيفا ولا مجبور عشان المحتوى؟ الاثنين. اختار واحده. الحين ما عاد استمتع فيفا. بسم الله. يا الله يا الله يا ابونا بدري. يعطيك العافية يا ابو عبيد، تعبتني تعبتني. بندر جاهز ولا مو جاهز؟ والله ماني جاهز. بندر ركز معي، خليك صادق معي بس، والله انا امورك طيب. هذا الجهاز 2012. ايوه تحديات اليوتيوب. ايوه طيب، يعني وش ترى نعرفه، يعني وش يصير؟ يعني يلا زينا عند بندر بطاطا. بسم الله، حط يدك. اوه ماي جاد، هذا ما قد جربته مره. يلا يلا. والله ما قد جربته. والله ما قد جربته. طيب تعرفونه من زمان ولا قد جربته؟ انا اعرفه انه يكهرب بس ما قد جربته. بندر، السؤال الاول، تحب الفلوس ولا تحب الناس؟ أحب الناس. يعني تحب الفلوس ولا الجمهور؟ الجمهور. الله الله، والله أنك صادق يا حبيبي. خلنا نشوف. يا الجمهور، الفلوس تروح وتيجي، الجمهور ومحبة الناس. الله أكبر عليك، صادق. طيب السؤال الثاني، بندر، هل ندمت أنك صرت مشهور ولا ما ندمت؟ لا ما ندمت. والله صادق. أي والله أي العظيم. نعطيه سؤال ثالث. أي يستاهل بندر. هل البطاطا حقتك حلوه ولا تسليك؟ لا حلوه مره. حلوه 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 والله انه حلوه صادق. حلوه قهر، ودي اني اتكهرب. اخر سؤال بندر، خلصت. تحبني ولا ما تحبني؟ الله الله، والله رايد عنده له مكان خاص في قلبي، يعني انسان رهيب وكل شيء. الله 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 يا بندر حبيبي. انت حبيبي حبيبي بندر، شكرا حبيبي. رضيت خلاص، ما انقهرت. اتمنى لك الخير. شكرا بندر. انت السلام عليكم صالح، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ماني مطمن من يوم شفت ذا. طيب اسمع صالح، خليني بقول لك شيء. مقطع فكرته مره سهله، لا تكذب، امورك طيب. هو الصراحه ما ابي اكذب، بس يعتمد على السؤال اولا واخيرا. ايه شوف، السؤال ما راح اسالك لما ابدا. حط ايدك صالح، قول لا اله الا الله. طيب هل في ليفلات الكهرباء؟ لا 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 ابدا والله. قلل. ما اقدر والله، ما اعرف. الله يرحم والديك. ما عليك ما عليك، صدقني انت صادق ما راح اسالك. انا صادق باذن الله. طيب بسم الله يا صالح. تكفى تكفى، ترى والله ما عمري جربتها، فما ادري ايش الليفل اللي متوقع. تم. اوبز، قد سرقت سيارة أبوك وفحط؟ لا 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 والله لا. اطلع شكلك وياه. طيب ما والله لا. اعتذر، اخذت انا، اخذت. شوف ما سرقتها، فحطي وسمها مو بسرقة.
ليتوجه كذا. يلا معلي سؤال ثاني سهل. لا واحد واحد واحد. اسمع لي سؤال ثاني والله العظيم صدقني حلو. هل صالح ما يحب التصوير الجماعي ولا لا؟ بالعكس. تحب؟ بالعكس. والله انا اكثر واحد يتجمع ترى مع الشباب ويلا شباب تصوير جماعي والله. هذا يسمعني الحين ولا لا؟ اسمع ترى انا وانا اكثر واحد اسلم حتى في الجروبات. يا عمي والله انا احب المقاطع الجماعيه صدق اقسم بالله بس انا يعني اطقطق شوي بس ايه عشان نكون منصفين ترى ما هي صدقيه ذي تقصد تصيد الكذاب. ايه لا لا هي انا علمك هي تصيد المتوتر اللي يتوتر تصيد لو انك صادق بس متوتر تصيدك. انا متوتر انها بتكهربني وكهربتني. طيب الان مين 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 نشوف اقرب واحد بنجيبه لكم معنا فؤادي الان. حياك الله يا فؤادي يا مرحبا. الله يحييك. الحين عندي تحدي مستحيل تكذب اسم التحدي مستحيل تدري اني دجال. ركز معي اعطيك. ايوه جاهز. ابى اسالك سؤال اذا كذبت بكهربك ترى بخليك صادق معي. لا دقيقه لا بس لا يكون قوي. لا لا خذي ما يوجه ما يوجه. بس وش السؤال؟ لازم اضغط بعدين اسالك تجاوب بالفتره اللي يقول فيها توت توت توت. ممتاز ممتاز. السؤال يا ابو اودن هل بحسابك البنكي فوق 100,000 ولا تحت؟ فوق. فوق 100,000. تكفى خفت والله ترى صادق. تكفى بسنه الله يوفقك. سلم سلم لي. طيب السؤال الثاني. ايوه ابو اودن لو انك الفاوندر لفالكونز هل بتطلع شخص من صناع المحتوى ولا لا؟ تكفى لا. ابتكر الشخص ولا لا؟ يعني لو انك يلا بسم الله انت فاوندر الان ابتكر الشخص ولا لا؟ من صناع المحتوى. من صناع المحتوى تطلع احد ولا لا؟ صدق لا ما راح اطرد والله كل العيال بنعمل. ممتاز. انا لو كان راح احسب شخص يصيرونها معي. لا يا والله انه يذكر شخص تكفى حقد على مين. حلو صدق مره وكذب مره قصاد ناس. طبعا شوفوا ابو عمر يا جماعه جالس يوقع ويصور ما يدري وش اللي بيجي. وش اللي بيجي؟ ابو عمر تفضل سريع. وشو فيه؟ اجلس يا ابو عمر. وشو ذا؟ اكذب علي يا ابو عمر بتكهرب. طيب. بتكون صادق ما راح تتكهرب. تكون متوتر وانا صادق. لا 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 صدقني اذا انت واثق من نفسك ما راح. طيب يلا يلا. بسم الله حط ايدك. يا سلام عليك. طيب. ما توترت منه. لا ما علي ما علي ما علي خذ نفس خذ نفس. ايوه بسم الله ابو عمر. السؤال الاول قد كذبت على الناس بوصفه من وصفاتك؟ لا. حلو. والله صادق والله انه صادق يعني ما كذبت علينا بصوات. ممتاز جدا. السؤال الثاني على طول جاوب. ابو عمر يقولون انك انت اداري فاوندر في فالكو صحيح ولا لا؟ فاوندر. ايوه فاوندر غصب غصب فاوندر بس ماني بداري الحين صانع محتوى. انا ماني بداري صانع محتوى. انلحس انلحس هذا داك. لا 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 والله لو تكهربت وانا فاوندر. لا لا صدق ما كهرب كهرب؟ لا. طيب اجين اجين سؤال ثاني نساله. فاوندر اجل لازم نشبك الفاوندر فيك الله عمر الله اللي يخليك. انت تهايط علينا وتقول اندومي افضل اندومي بالمملكه. ايه صحيح؟ صحيح. اتحدى هذه والله. هو كذاب لو والله. افضل اندومي هنا في تقراشي بيخشي اي واحد غيره. والله العظيم انه صادق. حياك الله يا ابو عمر. حبيبي طيب ما تعطينا اندومي؟ ابشر بالعافيه. والله يسعدك. لا والله بالعافيه. لا والله بالعافيه. تمام تصل مطعم اعرف اقول انا تقراشي. تقراشي يا جماعه تحسبونه بس هنا اذا خلص هنا بيفتح واحد جديد. شكرا. معانا لليشن جالس هنا. يا ويله مني. بسم الله بسم الله على طول. بسم الله دائما عليك. وش تبغى؟ ركز معي. هذا اسمه كاشف الكذب. تكذب علي ورب الكعبه يكهربك. ما تكذب خليك صادق معي. طيب ايش تبغى انت الحين؟ حط ايدك هنا. ايوه حط ايدك وبسالك سؤال. اي اي اسمع يكهرب على طول. ابطعن سرك. ابو عجلك اللي جبته صح. والله العظيم كنت جربت عليك. لا لا ما عليك ما يكهرب مره. حط ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. كم حط القوه كم حط القوه؟ ما في قوه ما في قوه والله ما في قوه. هو كذا قوه واحده. لا لا تخاف لا تلزق لا تلزق. اصبر لا تلزق. لا لا عادي اسمع اسمعني. ايه؟ انا بسالك سؤال ونجاوب بصراحه. بس لا 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 بسألك سؤال. لا تكذب علي ما راح يكهرب. اذا كذبت اذا كذبت فانت توتر توترت بكهرب. ممتاز ممتاز. لليشن قد كذبت على الناس؟ يا ماني خايف رب الكعبة اعطيك بوكس. لا تخاف ركز معي انك رجال. ايش بيصير يعني قد كذبت على الناس بمعلومة عنك؟ لا في معلومة كذبت يا دجال. ها ما في شيء ما في شيء ما في شيء. بسم الله عليك عادي. ها صادق ها صادق. خلاص اصبر. يس اصدق
ليش تكذب؟ والله ما كذبت. والله ما كذبت. والله ما كذبت. كم قايل لهم وزنك؟ والله ما اكذب. والله ما اكذب ورب الكعبه ما اكذب. ذي احنا خلصنا، باقي سؤال ثاني. تخسر خلاص لازم نطلع. يا ناس حيا الله ابو جهره، شلونك ابو جهره؟ بنروح المقرك الان، في عقل يدارك، بنروح نص الملعب. ابو الجهره ركز معي، لا تكذب، امورك باذن الله انه طيب. خليك واثق من نفسك. اقول لك شيء، والله العظيم من يوم ما طلعت على اليوتيوب قبل كم، 7-8 سنوات اكثر بعد، ورب العباد اول مره حطيت عليها الان. اسالك بالله، يا ساتر، حط يدك خليك صادق معي يا اخي. يقولون تكهرب، شلون صادق؟ لا والله انه ابو عمر ولا مره كهربته، والله ولا مره. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا السؤال الاول، ابو الجوهره قد فبركت بكت باليوتيوب؟ لا ما قد فبركت، كل اللاعبين اللي جونا حقيقيين والله، بس قد فبركت ردت فعل. والله صادق الحمد لله. السؤال الأول عدى من عنده لأنه رجل صادق جدا. السؤال الثاني، بسم الله جاهز؟ يلا. قد استخدمت هاك كود؟ إيه قبل اليوتيوب أيام كود 6 2010، جربته جيمين ثلاثة وبعدين تحياتي. والله أنه صادق، والله أنه صادق. يا أخي أنا قايل لكم، اللي واثق من نفسه هذا بيفوز. قهرني ورب الكعبة، والله أني انقهر قسم بالله، والله أنه غفر. السلام عليكم عامر. السلام. شوف هذا. اوكي جاهز ولا لا؟ جاهز. ركز معي يا عامر. عامر تكون صادق معي، امورك طيبه. بتكذب تلف الدور تتوتر تتكهرب. طيب حط يدك. طيب خلينا نجهز الاسئله. ايش مجهز لي انت؟ طبعا عامر انت اللي ماسك المحتوى ما شاء الله تبارك الرحمن، قناه الفريق وزي كذا. حلو. أوكي. عامر هل صحيح تتلاعب باختيارات الفريق الغني والفقير؟ انت اخترت يا بتسوي كذا ولا لا؟ اي ولا لا؟ لا والله لا. ممتاز، والله انك صادق. والله لا، والله انك صادق. السؤال الثاني، هل انت تستقصد تخلي العيال يعانون في الفريق الفقير؟ ايه تأمل. والله انك صادق. والله يا صدقيني يا ولد، ما في كذابين. هلا والله ممكن. اهلا وسهلا. جاهز يا بعد قلبي؟ يا حبيبي انا سمعت صراخ العيال، ايش السالفه؟ لا 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 قاعدين يصرخون لانه حماس المقطع. ايوه طيب يا ممكن جاهز؟ جاهز. سؤال على كيفي. ممجي بس الى يعني اي لا 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 اسئله حلوه مره. اصبر بس ايش فيه؟ وش استهبل انت؟ والله كهرب النظاء، رفض النظاء. هذا تست تست والله يعني، هذا اللي الحين مسكني هذا مو الكهرب، هذا يختبرني. بسم الله. السؤال الأول، هل في معلق تغار منه أنت؟ لا ما ينفضني نفس ذيك النفضة، ترى استهبال. تغير من مين؟ أترف خلي أنت تغير من مين؟ أنت قيل لقم يا رب العباد نفضني. بسم الله. بسم الله ويش ذا؟ ممكن يقولون إن عمرك 35. غير صح. غلط غلط مو فوق لا لا خلاص سمعت غلط غلط بس والله يعني لكن اذا رب العباد ان عمري اقل من 35 والله مو كاتب كذب هذا لازم تكذب هذا مو كاتب كذب والله ان عمري اقل من 35 والله لازم تكذب